الحلويات الباردة هي من الحلويات السهلة اللي الكل بحب يحضرها. اليوم رح نقدم طبق خفيف وكتير طيب يتحضر بالكاسات. مكوناته سهلة وقوامه كتير حلو وطيب. ببدأ أولا باستخدام الكيك الجاهز. أنا استخدمت هذا النوع من الكيك بنكهة الشوكولاتة. أي نوع من الزبادي أو الأكواب اللي متوفرة واللي حابين تقدموا فيها الحلو. جوا الأكواب رح أبدأ أفتت بالكيك الجاهز. رح أعمل طبقة بسيطة من الكيك. بكل كوب حطيت قطعة كيك واحدة. باستخدام معلقة أو أي أداة مطبخ خاصة لهالموضوع رح نضغط شوي الكيك بقاع الكاسات. ما بضغطها كتير بس شوي لتاخد شكل الكاسة. وعشان كمان تصير طبقة متماسكة. وبعد ما ننتهي هيك بنكون حضرنا الطبقة الأولى. بننتقل لتحضير مكونات الطبقة الثانية. في وعاء ببدأ باستخدام القشطة. أنا استخدمت القشطة المعلبة بوزن 170 جرام للعلبة. حطيت علبة واحدة من القشطة وهلأ رح أضيف لها مغلف واحد من الكريم كراميل. معاهم رح أضيف مغلف واحد من الكريم البودرة أو شانتيه أو دريم ويب. وهلأ رح أضيف كوب واحد من الحليب البارد. وهون رح أستخدم الهاند بلندر. ممكن نستخدم الخفاقة الكهربائية أو اليدوية ونخلط كل المكونات كتير منيح. رح يصير عندي مزيج كثيف نوعا ما. نقدر نضيف الجبنة الكريمية أو الجبنة المربعات، أي نوع من الأجبان اللي بنحبها إذا حابين تاخد نكهة تشيز شوي. خفقتها لمدة دقيقتين وهلأ مباشرة رح أصبها فوق الطبقة الأولى. شوفوا قوام الخليط كيف كثيف شوي ونكهته كتير طيبة. هلأ مباشرة رح أخذ الخليط على الثلاجة وأبرده مدة ساعتين على الأقل. رح نلاقيه تماسك وصار بهذا الشكل اللطيف. جربوا تعملوها بكسات أو زبادي كتير صغيرة، رح تكون فردية ولطيفة جدا. شوفوا القوام كريمي جدا وغني ونكهته كتير طيبة. من الحلويات الباردة المنعشة ولتحضيرها سهل زي ما شفتوا. إن شاء الله ألف صحة.